دلال عثماني 32 سنة من الكاف، متخرجة من المعهد العالي للفنون الجميلة بتونس، متحصلة على دبلوم أونار بلاستيك سبيسياليتي سيراميك، وحاليا شيف بروجي في مشروع عندي صنعة في سيدي مطير تابع لجمعية المرأة وتقدم بلوس بالكاف. كملت قرايتي في عام 2007 ومن وقتها بقيت نشرشي معناتها كيما ليزون الكل على خدمة. شفت في الكيف، شفت في تونس، قدمت في ليسونتر دابيل، دونك عاودت رجعت للكيف، فركست نلقى جمعية المرأة وتقدم بلوس اللي هي عاملة مشروع في منطقة سيدي مطير تابعة لولاية الكيف. عندنا مشروع اسمه عندي صنعة، فيه نعملوا فيه النسيج اليدوي اللي هو بلوز موان تابع قرايتي، وليت دخلت معاهم معناتها عجبتني الفكرة، وليت عضوة في الجمعية، ومنها تنقلت وليت شيف بروجي في المشروع. المشروع متاعنا يتمثل في تكوين المرأة الريفية بصفة خاصة، على خاطر الجمعية جمعية المرأة وتقدم بلوس تهتم بالأساس بالمرأة الريفية. عندنا مجموعة من النساء معناتها اللي هما عندهم فكرة على الحرفة هذه ديجا من قبل، بداو هما باللي عندهم ونحن عملنا لينوفاسيون. كانوا يحكوا لنا قبل فدينا من النسيج وفدينا منها الخدمة هذه، ونتوا ولوا معناتها تحسهم متفرهدين، ولو يحبوها ولو يحبوا يجوا يخدموها وتحفزوا أكثر، تعلموا حاجات جديدة، ألوان جديدة، طرق جديدة. بتبيعهم عليهم الخدمة وخرجوا نحن منتوج متاعنا هذاك، نعرضوه، نحاولوا نبيعوه، نحاولوا نشوفوا معارض وأسواق. ماذا بيا المشروع هذا يكبر، نحبه يتطور ونزيد، ونحاولوا نلوجوا على مشاريع أخرى اللي تكون في الريف كيف كيف، معناتها ننهضوا بالمرأة الريفية كيف كيف من خلال مشاريع أخرى، وبش هكاك التاش متاعنا تكمل على أكمل وجه.